وينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعة. بعد التحية، بالأمس وقعت مصر مع الإمارات أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار. كيف ترى دخل الاستثمارات الإماراتية في تنمية رأس الحكمة؟ الحقيقه ان الصفقه دي اللي تم الاعلان عنها امبارح مجلس الوزراء احنا بنشوفها اهم صفقه خلال الفتره الاخيره ويمكن على مدى السنين الاخيره في تاريخ مصر كلها لعده محاور. المحور الاول زي ما كان بيتقال في التقرير ان طبعا 24 مليار دولار هيتم ضخهم خلال شهرين كاستثمار اجنبي مباشر. ده اكبر رقم جه في تاريخ مصر، لان احنا لو نفتكر احنا كان الاستثمار الاجنبي المباشر لا يتعدى 6 7 مليار دولار في السنه. ف 24 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر في شهرين، ده طبعا رقم هيؤدي لتقليل الفجوه ما بين الدولار في البنوك والسوق الموازي، وان شاء الله بيؤدي بدرجه كبيره جدا لانخفاض الاسعار واعاده دوران عجله الانتاج والمصانع مره اخرى. وده احنا شفناه من امبارح، يمكن من امبارح والنهارده شفنا ان الدولار في السوق الموازي بيهبط باكثر من 10 جنيه. وشفنا المؤسسات الماليه الدوليه بتتكلم ازاي عن الصفقه عن الاقتصاد المصري وعن التفاؤل اللي بيبصوا لنا بيه بعد سنه من التشاؤم ومن الكبوات اللي احنا تعرضنا ليها. المحور الثاني طبعا زي ما كنا بنقول هو فكره ان تنميه راس الحكمه هو حلم قديم لكل المطورين، لان للاسف الساحل الشمالي كان موسمي بيشتغل شهرين في السنه وبقيه السنه مقفول، وكنا دايما بنقول عايزين نطلع الساحل الشمالي من فكره الموسميه لفكره انه يشتغل طول العام لانه عنده افضل شواطئ وعنده جو ممتاز طبعا. وهو قادر على المنافسه. فطبعا مشروع بهذا الحجم ومع انشاء المطار ومع انشاء المارينا الدولي، وزي ما حضرتك قلت فعلا هو كان حديث وكالات عالميه وصحف الامارات يعني بلومبرج وجولدن ساتش والبيان ورويترز وغيرها، لكن طبعا احنا يعني حابين نعرف من وجهه نظر حضرتك الاستثمارات دي هل بتعود على الشارع المصري من جذب عماله وتطوير المنظومه الصحيه وايضا التعليميه وغيرها؟ الاستثمار الاجنبي المباشر هو أهم عامل من عوامل عودة الاقتصاد للمسار الصحيح، لأن دي فلوس جاية من بره البلد بتضخ في الاقتصاد المصري، فالعائد بيكون على مباشر على الشركات المصرية وعلى العمالة المصرية، لأن في الآخر مين اللي هيشتغل في المشروع ده أثناء الإنشاء وبعد الإنشاء؟ عمالة مصرية وشركات مصرية وموردين مصريين. صحيح. فطبعا هو العائد مباشر على العمالة، وده اللي تحدث عنه رئيس الوزراء بالامس في خلال البيان الصحفي عندما تحدث عن اهل راس الحكمه هم سيشاركون بشكل كبير في بناء مدينه راس الحكمه الجديده. انا بشكرك شكرا جزيلا امجد حسنين عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات، شكرا جزيلا لك.